السلام عليكم طلابة الأعزاء، سوف نحاول أن نتعلم كيفية الدخول إلى المنصة الخاصة بالجامعة التكنولوجية ومن خلال حساب الطالب. أولا نذهب من خلال أي متصفح إلى موقع الجامعة التكنولوجية والذي ترونه أمامكم، ومن ثم نضغط على هذا الأوبشن. عند الضغط عليه سوف يحولنا إلى بوابة المنصة، فعند الضغط عليه هذا هو بوابة المنصة. نقوم بإدخال الإيميل الخاص بالطالب وكذلك الباسورد ومن ثم لوج إن. بالضغط ها هنا مباشرة يطلب من عنده أن نقبل الدعوة من التدريسي، لأن يعني كل تدريسي من حد فوت إلى الصف مالته لازم في البداية نقبل الدعوة الموجودة ها هنا. فإحنا قبلنا الدعوة، هاي طبعا خلينا نقول مسار يعلمك انه انت مثلا هنا بالنسبه لك هو تدوك شلون راح تستلم الاعازات، شلون راح تستلم اي نوتيفيكيشن يقوم بالتدريسي بارساله اليك الى اخره. فراح نغلق هسه هذا ما نريده هسه. هذا هو صف التدريسي، فنحن نفس الحاله نوافقها هنا. اوكي، هاي هنا الصفحه اللي حتكون الي هسه كصفحه الطالب، هاي حتكون كيفية استلام الإشعارات بالنسبة إلي ها هنا. نرجع من جديد إلى الداشبورد حتى أشوف كل الصفوف اللي أنا قبلت بها. هسا أنا بالنسبة إلي قبلت فقط بصف واحد اللي هو أدفانس بتروليوم اللي هو لطلاب الدكتوراه. من أدخل هسا على هذا الصف راح أجد ها هنا معلومات اللي ثبتها إلي دكتور عدنان مسؤول هذا الصف. ها هنا منه راح تظهر أي إيعاز، أي استفسار، أي assignment، أي quiz، أي شيء مفروض متطلبات أنه يقوم الطالب بحله. وهنا طبعا هنا السيلباس للمادة. ها هي طريقة البسيطة للدخول إلى المنصة. طبعا التدريس شلون حيعرف أنه أنت دخلت وقبلت الدعوة؟ حروح هسه على حساب دكتور عدنان، هذا هو حساب دكتور عدنان. بالدخول ها هنا نذهب إلى الطلاب نشوفهم هسه هذول الطلاب. حشوف هسه هنا الطلاب اللي قبلوا الدعوة لهذا الصف. كل الشكر والتقدير لكم وسنة حافلة بالنجاح إن شاء الله.